في الميدان تاع كرة القدم في الميدان الاحترافي فالإنسان خصو يتعلم لا فرديا ولا جماعيا يتخطى جميع الزيطاء ايموسيونيل يعني هذه الحالات المعنوية اللي بيان سور كي قلنا في فات التأهل مالوروزمون ما قدرناش كيما قلنا نحطو رجلينا على الأرض بسرعة. نتمنى أنه مرة أخرى يعني حتى الخسارة نحاول نخرجوا منها بسرعة. اوروزمون عندنا الفرصة للتعويض يوم السبت غادي نحاولوا نستجمعوا القوة ديالنا أون فا إتيدي الماتش يعني حتى تروبوزي وحنا تنعرفوا اللاعبين ديالنا وتنعرفوا كي سون كابابل دو رياجير. اليوم مالوروزمون يعني ما كناش ماشي غادي نقول ما كناش في المستوى ولكن ما كناش هذاك الفريق اللي كفلنا الند مع الوداد ولا مع اكادير بس هو ديفيرونس مون ابي سي ليتا ديسبري باش كنا المباراه اللي ما كانش يعني بالشكل المرغوب وخاصه التفوق من هذا الحجم هذا. رغم انه مباشره بعد تسجيل فريق فتح الهدف الثاني كانت عندنا واحد الفرصه باش نرجعوا في المباراه كان انسو تورسيلاري كان عند ديفونس الفتح ولكن كما قلنا كان حتى عندنا فرص يعني واضحه حتى حنا ولكن تتبقى النتيجه ولا في نظري شكلي علاش؟ لانه كانت النتيجه ولا الحصه تكون نوعا ما ترجعوا ولكن كانت واحد الوقت الحصه تكون اكبر باش نكونوا صريحين كنا ماشي في نهارنا كفريق كاملين كما قلت هذا هو التحليل الفريق اللي لعب ضد الوداد هذه مسائل عاديه تظن انه تبقى دائما باش نقول لاعب مغربي لانه حنا فريق مغربي نتمنى كما قلت هذه الصفعه هذه فيقنا وترجعنا على ارض الواقع امون ابي التحليل الاولي كاين التحليل من بعد غادي يكون كما قلنا من نشاهد المباراه وكل انسان يعني العصر ديالو بدا شويه تظن انا التحليل الاولي هو التعامل ديالنا مع المباراه ما خديناش بالشكل اللازم تتعرف كما قلت مره اخرى ضد هذه الفرق هذه ما خصك تخلي والو ولا خليتي خطا راه تدخلوا غنيا هذا هو. نو الماتش ديال مباني سي فيكتوار لوجيك On a fait un bon match, surtout une très très grande première mi-temps. Makena rapidement, Makena Sani. L'Ergemnif Deuil, donc le deuxième mi-temps, Béchima Kotialet, Béchir Tiago. Après, dommage, là, le but du quatrième, le but du cinquième, Darnal Poto, on a beaucoup d'occasions. Mais le match qui est là, c'est le but. Deuil est radin Mzien, c'est le match d'Ida. Je sais comme le match d'Ida contre Farhan, parce que Deuil est un bon match. Quand c'est un douzo, Maktech. Donc, le Deuil est un seul match, parce qu'il y a des courants. بالحق اللي مونتي اون بويسونس اليوم اللي كتشوف اسي خرجت تاهي من الكاس خرجت اكادير وربحت الوداد كانت اون بلين كونفيونس دونك ملي كانت ماركي ثلاثه اسي سي تري بوزيتيف بور لافونيا ديجا الكوكي خرجنا على برا ملي كانت لعب على برا الماتشات ماشي بحال في الدار ماتش دو الكوكي بروميير مي تون كنا نسهلو ماركيو جوج ونرتاحوا ما ماركيناش في الاخر الكره بحال اللي كنقولوا كتربيك دقيقه الاخريه من سكوند دابا تقدر تندم كنت عندك سي بوان يوم الحق حتى هذه كتعلمها انا ديجا جوار ديما كتوقعنا اون ديبي سيزون دري سور لا كونسونتراسيون اللي مهم الماتش كوكير كان جا في واحد الوقت اللي كنا مازال اونكور في لي ديبي دو لا سيزون جديد طلعنا اون بويسونس اليوم مازال طلعنا اون بويسونس فيزيكمون كنا مزيان اونكور في الثقه في السيستيم دري غاديين خدامين مي مي ما كانش ماتش سهل في البطولة يعني كتربح ثلاثة اليوم كيبان سهل بحق ما كانش ماتش سهل حنا ساهلنا اليوم دونك هادشي المهم بحق الفرق بين الماتش جديدة ديجا جديدة اليوم كتحتك الحق اللي جديدة فرقة ماشي سهلة كيلعبوا كل تلتيام وديما كيربحوا ربحوا لي فار اليوم ربحوا الكلية هما غاديين ومعنا ولا هذا انا الصراحة ما شفناهمش ما الكرة اللي حتى ترابي في الاكسيون سينو ما عندهمش حتى اوكازيون وحنا عندنا لي زوكازيون دونك سافو دير حنا في لو نيفو ديالنا اون فيت اوبتيميست مي في اون اي دون دون شابو مع جديده مع لي غوز ايكيب بينا مي جديده ماشي احسن منا بارابور على العام اللي فات ملي كنا خسرنا عن جديده وملي ربحنا في الدار كانت بانت جديده احسن منا بحق اليوم اوني راسوري شي سورتو كونتون بور مقران ماركا البيت الاول ديالو في البطوله غاتحكي له الثقه انوار وديكيتي اليوم تجبرو بزاف زون بيان كومبيني Et ils ont créé beaucoup d'occasions. Donc c'est, tout est positif, Lyon. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer. Mais il y a un peu de la blette. Il y a un peu de la blette parce que Dima nous a fait la blette. Donc ça fait 4 points. On va chauffer le problème. On va continuer à travailler. Ouais, il faut les féliciter parce que Dima nous a fait la coupe, surtout Bhattareka, Fkenati, qui a chauffé ses comptes à 12. C'est pas facile, mais de rien, je m'en ai dit.
خرجنا بنالتي ديال الماتش وهضرنا على الكونتوني، الكونتوني ديال الماتش كان مزيان. ربع لعبتي فرقه اللي كتلعب خرجت من الشامبيونز ليغ، مشات دارت التعادل عن المازيمبي، ربحت لوسما ولا مولوديه دالجي في الدار. دونك فرقه اللي قويه ماشي سهله، وجيتي في الدار لعبتي مزيان، جاو لي ليزوكازيون، خرجتي في بنالتي انا كتبان لي عادي. كاين شي ناس ما كتبانهمش عادي تخسر في بنالتي، فحق في لو جو كنا مزيانين. شنو كان خصنا اليوم؟ غاليفيكاسيتي اللي ما كانتش مع جديده. واليوم جاتنا الافكاسيتي. دابا ولا كنتي قلتي لي شنو كنتي بغيتي احسن الافكاسيتي مع جديده ولا اليوم؟ غنقول لك جوج ماشي دوز وتربح اليوم. هكا جي كونفيونس ان ميز اتاكون. بلوز امبورطون نقول لك هو الجروب كيعيش مزيان. عندنا دي جون جوار في الافكتيف مازال بشويه بشويه غيدخلوا. اليواني اليوم دحماني في ميليو تيران، اش غنقول لك؟ سي كي بروغريسيو ديغيير اون ايتي سوليد. الوادني رجع بحال اللي عمره ما خرج من الفرقه. سعاد هز واحد البوست ما كانش ديالو كيبان مزيان. دونك بيتيت ابتي وعندنا امسي اللي توطى على النيفو ديالو، باسكو الماتش كان يقدر يتقلب قبل لا ميتون. ديك لوكازيون اللي عنده ميسي كانوا مازال يقدروا يتيقوا. هكا على هادشي كتبغي ان غون غارديان باش يقلب ديما مرتاح. كاين ثلاثه اللاعبين، كاين يون ساني، كاين سيدي بي، وكاين بن عريف. سيدي بي جبر فرقه، يون ساني باقي صغير ولا ما جبرش فرقه باش يمشي لاعب على هادشي اللي بغينا. كنتيقوا في هذا الولد خصو غير يلعب، مازال عنده 19 سنه. كان تفرقه في المغرب ما سقسات عليه في شكل الولد مع 13 بيت في غيني. حتى واحد ما باغي نسلف. دونك ولا بقى غيبقى خدام معنا. وكريم بحال اللي قلنا كان عنده ديجا 5 شهور باش يجبر الفرقه، مازال ما جبراش. دونك ولا ما جبراش غيكون معنا.